طبعا هي قبل اي شيء اشرح لك عن الدولار. الدولار لعبه لعبوها ونجحت طبعا. السياسيين هذول الفاشلين لعبه لعبوها بالسوق وفشلت. طبعا مو فشلت هي حقيقه، الفقير وقع بيها. يعني هسه اذا تلاحظ كل اسعار المواد الغذائيه صعدت صعود يعني مو طبيعي. ما يقارن الزياده ويا زياده المواد الغذائيه ويا الدولار. شوف هسه الادويه صعدت صعد مو طبيعي اصلا، لانه كل علاج دواء صعد 25 20 الف. ده تشوف، وهاي طبعا مضره للمواطن. هم يعني ما يهمهم السوق، ما يهمهم الاقتصاد. هو الاقتصاد العراقي منهار. شوف هسه راح يداينون من صندوق البنك الدولي، صندوق النقد الدولي 6 مليارات. زين الإيرادات الداخلية وين دا تروح؟ الإيرادات الداخلية، النفط، النقل، الحدود، الضرائب، الإسخام اللي يصخموا وجوههم، وين دا تروح هاي؟ كلها بجوبهم. والقسما بالله العظيم هاي الإيرادات لو يفعلوها يدخلوها بالميزانية تدخل أصلا، لا يقطعون من رواتب الموظفين ولا تصير عد. بس شنو هاي الإيرادات؟ ما محسوبة، هاي كلها تتنزل بجوبهم. تعرف انت كل وزاره ساعتها صلاحيه هي تتصرف بالاموال اللي تجنيها، هاي معروفه. في حين قبل بعدين ماكو محاسبه، ماكو تدقيق. احنا قبل كنا بالدوائر كل سنه تجير الرقابه نطلع الاضابير ويحاسبون الدائره مو الوزاره ولا المديريه، الدوائر الفرعيه يحاسبوها. هسه لا حساب ولا كتاب ولا كل شيء، لانه هذول الله انتقام جابهم علينا. هي شوف، اولا بسم الله الرحمن الرحيم نقول يعني هي مو لعبه تجار، بس هي شنو، الحكومه مو رفعت الدولار؟ مو رفعت الحكومه الدولار، رادت تخفض اول شيء راتب المواطن الموظف، خوش فما قدرت يعني تخفضه. لا تعرف مظاهرات، وشعب العراق مو شعب عادي يعني، مو صحيح. فالتجأت إلى هاي الشغلة التافهة اللي هي ترفع الدولار. مع الأسف يعني أنا أقولها، يعني ضعاف النفوس من التجار استغلوا هذا الموقف وبدأ يرفع. من نظرة ثانية تباوع أنه هو ما طول مرتفع الدولار، خوش التاجر بيش يشتري من الخارج، مو صحيح؟ يشتري بالدولار، ما يشتري بالدينار العراقي. فهم حق، نعطيه الحق يعني انه هو دا يشتري. فالسبب كله لا تاجر ولا المواطن العراقي ولا الموظف، سبب منه يرجع للحكومه. وانا اتمنى اقول يعني بلكت يعني ضمير صحوه، مو لي يعني ولا لك انت حضرتك، مو صحيح؟ لان احنا ثلاثه ناكل ونشرب وبكل الاحوال وبكل الظروف. بس اللي مدى ياكل ويشرب هو الانسان الضعيف الفقير اللي ما عنده لا قوت، بس عنده الله سبحانه وتعالى اليه، مو صحيح؟ والحمد لله والشكر على كل حال، والله يصلح الحال ان شاء الله. اي اكيد اثرت علينا. شلون؟ مثلا على سبيل المثال طبقه البيض كنا ناخذها ب4، صعد سعرها صار ب6. الملابس احنا كشباب يعني هسه متعودين يعني بين اسبوع واسبوع ناخذ سيت او سيتين. فصعد اسعارها، كل سيت صعد مثلا 10,000 او 15,000. فالمواطن وتعرف هسه وضع البلد انت، الشغل داك كله، والشباب اكثر شيء على الطاله بطاله، ما عندها يعني شغل وعمل. فسعر مال الدولار اثر علينا كلنا نهائيا يعني. الارتفاع ضرب السوق كله؟ ضرب السوق كله، ضربه صوره عامه يعني. والله نطالب بالتخفيضه يعني. على سبيل المثال يعني يخفض لك اذا مو حاجه حاجتين ثلاثه. يعني المواطن منين يجيب؟ شغل ماكو، عالم ما عنده فلوس، واهل المحلات نفس البضاعه يوميه ما قاعد. حتى العالم هسه اكو مثلا يمنا محلات بالسوق ما تتسوق، قاعده وساكته ينتظرون. مواطن مضرر، ماكو غير احد مضرر غيره. طبعا تاثير مباشر من خلال هو كل مشترياته من مواد غذائيه لا ملابس لا كل شيء هو عباره عن دولار مستورد، ما عندنا اي صناعه محليه متوفره داخل البلد. فبالتالي يعني سحب الدولار كله المستفاد من عنده بس الدوله، لان ميزانيه 96% معتمده على النفط، بالتالي النفط قاعد يباع بالدولار يعني وفر بس للدوله، بالمقابل المواطن ما مستفاد اي شيء من هذا الشيء. من المتضرر؟ المواطن بدرجه الاولى، المواطن المستفيد. نعم. السبب الرئيسي العجز بالميزانيه، فشل قياده البلد الفاشله.
تخطيط اقتصادي فاشل من بدايه السقوط لحد الان. المتضرر الوحيد يعني الوحيد بهالعمليه الكاسب. الكاسب اللي هو يعني على الاجوره اليوميه وعلى العمل وعلى يعني اكيد هو يعني من يحصل بمورد؟ من يحصل لا موظف ولا هاي، والاسعار كلها ارتفعت. وسببها يعني الحكومه ما شاء الله يعني لا سوت حل لهذا الموضوع ولا تعطي رواتب ولا قاعد تسوي بطاقه تموينيه ولا قاعد تعتني بهذا الموضوع. فالمتضرر الوحيد هو الكاسب العامل يعني الفقير هذا اللي قاعد بالايجار. سبب طبعا سبب رئيسي، بضاعه كلها صعد، السوق كله صعد. سبب هسه تروح الاسواق يعني 50% قل الشراء بها بسبب الارتفاع. طبعا 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 البضاعه كلها ما عندنا صناعه وطنيه، لو عندنا صناعه وطنيه اقلها تقدر تعتمد. بضاعتنا كلها تجاريه، كلها من برا قاعد تجي. فالضرر الوحيد هو اللي المواطن الفقير بس. السبب الرئيسي يعني شغله سياسيه اقتصاديه، شنو مصلحتها ما نعرف. ليش ايش سوى ما نعرف. النفط قاعد يمشي، وضعيه زينه قاعد تتحسن. انتم ترفعون بدل ما تقللون، يعني المفروض هو هسه الدولار ينزل للمية المفروض. النفط زاد اول شيء، مبيعه زاد والكميه زادت، يعني سعر البيع هم تحسن، كان بال40 هسه فوق ال50 صور، يعني بال54 53. يعني المفروض ينزل الدولار، انتم مو صعدوا، والمضرر هو الوحيد.